السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم على قناة الحميدي. الناس اللي اول مرة كتشوفني اتمنى على انها تنزل لتحت لتحت هنايا ولا هنا 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 زر ابوني باش تنضم الى العائلة ديال قناة الحميدي. في هذه الحلقة غادي نشرح لكم الملف ديال الترشيح ديال الامتحانات بالنسبة للناس اللي غادي تدفع ان شاء الله احرار. ما بقت لها الا ايام قليلة، وهذا الترشيح هذا غادي يمتد لشهر كامل. اذا غادي نشرح في هذا الملف هذا الطريقه ديال التعبئه ديال هذا الملف هذا، لانكم كاين العدد كبير اللي كيغلط في هذا التعبئه ديال هذا الملف هذا. اذا فبالتالي ومجموعه من الطلبات، اذا غادي نشرح طريقه التعبئه ديال هذا الملف هذا بالاضافه الى بعض الوثائق اللي انت مطالب بها باش تجيبها اثناء الدفع ديالك الملف للنيابه. اذا خوتي كما كتعرفوا على ان هذا الملف هذا كتخاد من اي مكتبه مشيتي لعندها غتلقاها في هذا الملف هذا. لكن قبل الملف الوثيقه الاولى اللي خصك انك كتعبئها في الانترنت. اذا ملي كيخرج الاعلان على الدفع ديال البكالوريا حره، فالوزاره كتحل السيت ديالها، واول خطوه كديرها انت هو انك تسجل في السيت. هذا السيت هذا هو في خطوات حقيقه اللي هي بسيطه، كتملا المعلومات الخاصه بك وصافي. الناس كتسال حقيقه بزاف، كتقول لك واش الا عندي الثامنه او لا قريت في التاسعه شهر او لا شهرين واش بامكاني انني ندفع. لا، دائما الشروط الاساسيه هو انك خصك تكون خديتي التاسعه، اعدادي، فبالتالي عاد بامكانك انك تمشي تدفع. واحد المجموعه ديال المشاكل اللي غادي تلقاوها ملي خصوصا يعني الناس اللي ما خداتش الكاتريام وبغات تدفع بكالوريا حره، كتمشيو عند اي مؤسسه خاصه كيقول لك خصك يعني تسجل معنا، وخصك تخلص يعني السابعه والثامنه والتاسعه. عاد الا بغيتي تسجل معنا في التاسعه، الاخوان راه كاين مؤسسات خاصه اللي غير نظاميه اللي كتقبل يعني هاد المسائل هادو، يعني كتخلص غير المستحقات ديال التاسعه اللي انت غتقرا، وكتقرا هذيك التاسعه ومن بعد يعني العام اللي موراه كيعطيوك هاد الشهاده ديال التاسعه. اذا فبالتالي هاد الشهاده كتخول لك على اساس انك باش تسجل في بكالوريا حره. اذا هذه مساله. اما المساله الناس اللي عندهم التاسعه وبغاو يتسجلوا في بكالوريا حره، كما قلت لكم اذا الخطوه الاولى هي غتسجل في السيت اللي كتحلو الوزاره. اعتقد دابا ما بقات له تقريبا الا واحد الاربع ايام ولا خمس ايام على ابعد تقدير، ومن بعد غيتحل السيت. اول خطوه غتسجل في السيت، غتبع دوك الخطوات اللي في السيت اللي هي بسيطه تماما. ثم الخطوه الثانيه هو ملء هذا الملف هذا. ما عرفتش واش غيبان لكم، اذا كنتمنى على انه يبان لكم. هذا الملف هذا كتاخذه بالمكتبه، كيدير درهم فاصله 20، اي انايا درهم فاصله 20. اذا اول خطوه في هذا الملف ديال باش تملى هذا الملف هذا هو الاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين. اذا شنو هي الاكاديميه اللي انت تابع ليها؟ اذا غتملى هذه الاكاديميه، ثم المؤسسه اللي انت قريتي فيها، ثم النيابه، ثم المدينه، والتعليم واش كان عندك عمومي ولا خاص ولا غير يعني مدرس. اذا هذه المعلومات هي شخصيه ديالكم نتوما، ثم طلب الترشيح كتعمرو نتايا بوحدك هذا. اذا هذه الخانه ديال طلب الترشيح فانت اللي كتعمرها بوحدك، انت اللي كتعمر هذه المعلومات بوحدك هنايا. ثم من بعد ما كتعمر هذه المعلومات اللي انت خاصه بك، كتمشي لنسخه موجزه من رسم الولاده. اذا هذه كتعمر في المقاطعه، غتمشي للمقاطعه اللي انت تابع ليها او للجماعه اللي انت تابع ليها. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش المقاطعات يعني في البوادي وداك الشيء، اذا غتمشي للجماعه، هما اللي كيعمروا لك هذه الخانه هذه، انت ما كدير فيها حتى حاجه. اذا هذه فيما يخص الصفحه الاولى ديال الملف. غندوز مباشره الى الصفحه الثانيه. الصفحه الثانيه فيها هنايا شهاده مدرسيه، انتما كتشوفوا معايا هنايا شهاده مدرسيه. اذا شهاده مدرسيه او لا شهاده الانقطاع، هذه كتعمر في المؤسسه اللي انت قريتي فيها او اللي انت خديتي فيها يعني اللي خرجتي منها بليطو. مثلا خرجتي في السيزيام، غتمشي يعني للمؤسسه اللي انت خرجتي منها هي اللي كتعمر لك هاد الشهاده، سواء شهاده مدرسيه او لا شهاده الانقطاع. شهاده الانقطاع يعني الدراسه. اذا اخر مؤسسه اللي انت قريتي فيها هي اللي كتمشي ليها باش كتعمر لك يعني هاد المعلومات هادو ديالك.
ثم نتائج المترشح خلال المرحله التاهيليه. اذا هذه بالنسبه لي هما اللي كيعمروها في 5 شحال جبتي في مثلا الدوره الاولى الدوره الثانيه الى قريتي اي دراسه سيزيام شحال جبتي فيها. وبالنسبه للناس اللي يعني اللي خداو مثلا البكالوريا طبعا انها سنه طبعا ما كاينش هذه السنه الثانيه من سلك البكالوريا اذا سيزيام سيزيام شحال جبتي في الدوره الاولى الدوره الثانيه بالنسبه للناس اللي يعني اللي عندهم سيزيام طبعا. اذا كما كتشوفوا ثم عندنا في تكوين الميل في المترشح. اذا عندنا واحد المجموعه من الوثائق هنايا اللي انت الا خديتي الملف راه غتشوف هذه الوثائق اللي انت غادي تجيب مرفوقه بهذا الملف. هذا كاينه يجب ان يتبع هذا الملف بكامل الدقه من هذا المترشح وان يحال على مدير المؤسسه اللي تعبئه الشهاده المدرسيه والتاشير عليها بالنسبه للمترشحين المدرسين. اذا اولا اذا هذا كما قلت لكم كتمشي للمؤسسه. اذا هما كيعطيو الخطوات الخطوات اللي شرحت انا كامله راه كاينه هنايا. بالنسبه للناس اللي ما غيديروش سبور بالنسبه اللي عندهم عذر اذا كيدفعوا شهاده طبيه كتجاب من المستشفى اللي اقرب ليك او للمستشفى يعني اللي تابع له نتايا او لا طبيب اللي انت متبع معاه الا غير ذلك كتجيب شهاده بكونكوارا انك راه ما تقدرش انك دير الرياضه اذا فانت معفي. هذه كتوجهها طبعا كتديها ايضا يعني للنيابه طبعا. ثم شهاده ثلاث اضرفه اذا مختومه بالنسبه للمترشحين والمدرسين بالنسبه يعني للمدرسين وسبعه بالنسبه للمترشحين غير المدرسين. اذا الاحرار عندكم سبعه ديال الاضرفه يعني متنبره ومكتوب عليها بالتنابر ديالها ومكتوب عليها العنوان الاسم ديالكم طبعا والعنوان الا غير ذلك. لان هاد الاضرفه هادو بها باش كتجيك الكونفوكاسيون بها باش كتجيك يعني النتائج المهم واحد المجموعه من الحوايج الا كانوا يخبروك كيجيوك يعني عبر الاضرفه هادي. ثم شهاده السكنه بالنسبه للمترشحين والمدرسين. اذا شهاده السكنه ضروري كتجيبها لانك باش كيعرفوك بانك راه تابع مثلا ديك المدينه معينه او ديك المقاطعه او ديك الجامعه. اذا ضروري كتجيب شهاده السكنه كتجيبها طبعا من المقاطعه اللي انت تابع ليها. ثم صوره من بطاقه التعريف الوطني وفوتوكوبي ديال لاكارت طبعا فوتوكوبي ديالها. خذ الاخوان هنا كدير الصوره تكون جديده ليك ما كديرش نسيت ما قلت لكمش انا في البدايه راه الصوره كديرها صوره كتكون يعني حديثه ما كديرش صوره قديمه. طبعا بالاضافه الى واحد المجموعه ديال البنود او لا يعني الوثائق اللي انت كتيريها من الموقع هذه كتكريزها في المقاطعه فيها يعني كتثبت على انك ما غتغش فيها مجموعه من القوانين ديال الزجر ديال هذا الغش هذا كتجيبها وكتقول بانك راه موافق عليها كتديها للمقاطعه وكتقاليزيها لك طبعا المقاطعه مرفوقه كما قلت لك بهذا الملف هذا اللي غادي تدفع انت ان شاء الله النهار ملي غتكمل التعبئه ديالو وغتدفعو طبعا غتدفع يعني هاد المسائل يعني مرفوق بهاد الوثيقه اللي قلت لكم دابا. بالاضافه الى ملي كتسجل في الموقع كتخصك تحتفظ بداك التسجيل هذاك الريسي اللي كتخرجو انت من الموقع راه ضروري خصك تحتفظ به باش تدفعو طبعا مع الملف. لان شحال من واحد فيكم كيتسجل وما كيحفظش داك الشيء في البيسي ديالو او لا في السيبر او لا اي حاجه. اذا طلب انه باش يحفظ لك داك الشيء باش يعني ينزل لك داك الشيء تهزو في شكلي ولا شي حاجه وتيريه لانه ضروري راه غتدفعوا مع الملف. اذا الاخوان الاخوات الى حدود الان كنتمنى على انكم تكونوا فهمتوا الخطوات اللي انتم غتبعوا ان شاء الله باش تدفعوا الملف ديالكم والخطوات تكون هي خطوات صحيحه باش تدفعوا الملف ديال الترشيح ديالكم ديال البكالوريا. اذا الا كان شي سؤال خليه ليا هنايا في الكومنتار غادي نجاوب عليه بطريقه مباشره او بطريقه مباشره او غير مباشره. اذا الاخوان الاخوات ما تنساوش على ان تنساوش لايك ثم بارطاجيو الفيديو مع خوتكم. اذا الى الحلقه القادمه ان شاء الله.